حياكم الله متابعينا، مساكم سعيد ومسانا بكم يسعد. رحب فيكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم المغاني. خلونا نرحب في بداية انطلاقتنا اليوم بالأساتذة اللي رافقونا في كل هذه الحلقات بالتميز وبكل إضافة جميلة ومثرية بالتأكيد لمواضيعنا المطروحة في الحلقات. الأستاذ بدر صفوق، يا مرحبا، حياك الله. والأستاذ تركي المريخي، هلا بنواف، أعضاء اللجنة الاستشارية في البرنامج، حياكم الله. وايضا نجم شاعر مليون في الموسم الاول وفي كل المواسم، حياك الله يا ابو نواف. حياك الله عبد الرحمن الشمري، يا هلا بك. حياكم الله متابعينا. وموضوع حلقتنا اليوم طبعا اللي نرحب بمشاركاتكم فيه ويمكنكم متابعته ايضا من خلال موقعنا او حسابنا على تويتر، حساب البرنامج حساب المغاني، وايضا مشاركاتكم على هاشتاج المغاني في موضوعنا اليوم، لغة القصيدة بين شمولية الثقافة وخصوصية اللهجة. طبعا سؤالنا المطروح لكم واللي يمكنكم المشاركة من خلاله هو: هل أثرت أو أثرت اللهجة البيضاء على هوية اللهجة الأصلية؟ طبعا نحن في انتظار مشاركاتكم في حلقة اليوم عبر هاشتاج المغاني، لكن في البداية خلونا ننطلق في جولة وملخص سريع لأهم وقائع الحلقة الماضية من شاعر المليون في الموسم السابع. حلقة أيضا كانت مميزة وجميلة بشعراها وبجمهورها وأيضا بآراء لجنة التحكيم وبمتابعتكم. شهدت رابع حلقات شاعر المليون تنافسا قويا ومثيرا بين 8 شعراء يتنافسون للوصول إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، وحملت قصائد الشعراء رسائل هادفة ومتنوعة تدعو للتسامح وتبرئ الإسلام من الإرهاب. وكان 6 شعراء في بداية الحلقة في انتظار نتائج تصويت الجمهور لحجز مقعد لهم للمرحلة المقبلة، ليتأهل منهم 2 فقط. استطاع كل من الشاعر الكويتي أحمد بن جوفان العجمي والشاعر السعودي صالح آل كحلة بالظفر بهذا الفوز. وفي ختام الحلقة الرابعة من مسابقة شاعر المليون تم الإعلان عن تأهل شاعرين بقرار من لجنة التحكيم، وهما الشاعرة زينب البلوشي من الإمارات. الحمد لله رب العالمين، تأهلت بكرت من اللجنة، وإن شاء الله أوعدهم أقدم الأفضل في الحلقات القادمة، والوعد قدام إن شاء الله. والشاعر بدر الكبيح من الكويت. طبعا شعوري بعد ما أخذت التأهل من قبل اللجنة شعور لا يوصف، وإن شاء الله أن يكون عند حسن ظنهم في مرحلة 24. فيما ينتظر 2 من الشعراء نتائج تصويت الجمهور في حلقة اليوم. الصحف المحلية والعربية أفردت مساحات واسعة هذا الأسبوع لمسابقة شاعر المليون. جريدة الاتحاد الإماراتية كتبت: الكويتي الكبيح والإماراتية البلوشي إلى المرحلة الثانية. وكتبت صحيفة الرؤية الإماراتية: الجمهور يؤهل العجمي والمري في شاعر المليون. أما وكالة الأنباء الأردنية بترا عنونت: الشاعر الأردني الحويطي ينتظر تصويت الجمهور للتأهل بشاعر المليون. وفي وكالة أنباء الشعر: زينب البلوشي تبهج شاعرات الإمارات. نختم جولتنا بصحيفة إيلاف الإلكترونية والتي عنونت: شاعر المليون يبرئ الإسلام ويحيي الشهداء ويلعن الإرهاب. اللهم ارحم شهدائنا، وإن شاء الله يعني الحديث عن هذا الأمر أو الحديث عن بطولات جنودنا البواسل في قوات التحالف وفي كل وقت وفي كل مكان أيضا حديث يطول، لكن يمكن من خلال القصائد اللي استمعنا لها ومن خلال الكثير من المواضيع اللي تطرح في هذا الجانب بالتأكيد هي إثبات وشهادات تؤكد هذه البطولات. أبو يوسف، يمكن تفاجأنا بكل حلقة بمستوى أقوى من الحلقة اللي تسبق، ويمكن نقدر نقول هل أصبح شاعر المليون مدرسة شعرية خرجت من متابعينها أو مدرستها الإبداعية، يعني من خلال ما يطرح الشعراء ومن خلال حضورهم على مسرح شاطئ الراحة. أنا أقول أن أصبحنا جامعة ليست مدرسة. قلتها في الجولات. قلتها في الجولات، نعم. ولا زلت مصر عليها، لأنه الآن يعني
تصاعد المستوى من حلقة إلى أخرى ينبه حتى الشعراء اللي في الحلقة اللي تليها عما يجب عليك أن تقول، حتى في الإلقاء، حتى في الحضور، حتى في المسرح، حتى في عنايتك بالقصيدة. لأنه بعد ما اخترنا احنا الشعراء خرجنا من قضية الشعرية، وصلنا إلى قضية اشتراك في مسابقة شعرية. نعم. وفق نظم وقوانين وأساسات ثابتة من الموسم الأول إلى الآن، وأحمد الله أنه شعرانا لم يخذلونا ومواصلين. المحبة أهم، حالة التآلف اللي بينهم عندنا في المقياس الأول بعد الشعر طبعا، وبيض الله وجيههم على ما يقدمونه بشكل كبير. نعم. بو مشاري بدر الكبيح وزينب البلوشي من بين 8 مشاركين هم اللي تأهلوا، شو اللي لفت انتباهك في حضورهم؟ هل كان الاختيار يعني أو كان يستحق شاعر آخر أن يكون معهم أيضا؟ والله شوف، في النهاية ترجع لذائقة كل شخص يعني، فمن يؤهل يعني. نعم. ولكن لجنة بيض الله وجيههم يعني بناء على المعايير الموجودة عندهم كان الأحقية في تأهيل زينب وبدر. طبعا مثل ما قال أخوي بدر النصوص كلها متساوية، بقي الدور على الحضور. أعتقد أن زينب وبدر كان شكلوا حضور جميل على مسرح شاطئ الراحة. نعم. ولكن ما نبخس الآخرين أكيد تألقهم يعني، لو نجي سامي العرفج يعني صحيح. يعني نص فارح حقيقة يعني، من بداية حتى نهايته كله صور شعرية متكاملة وإبداعية. مصلط بن سعدان كذلك. نعم. الناصر تميز في موضوع النص وفي حضور المسرحي أيضا، و شاعر البحرين أيضا كان مميز في حضوره. يونس كان موفق جدا في حضوره وجميعهم يعني. الآن هي مسألة كيف يوصل نصه للجمهور. للجمهور، والجمهور عبد الرحمن يمكن كان له قرار أيضا في تأهيل الشاعر الكويتي أحمد بن جوفان والشاعر السعودي صالح الكحلة، ويمكن تأهلوا بالتصويت عن الحلقة السابقة. رأيك في رأي الجمهور في البطاقتين هذه؟ شوف، رأي الجمهور جدا مهم بالنسبة للشاعر، هم المسوق الحقيقي للشاعر. لكن يفترض على الشاعر انه يقدم شيء مثل ما يقول يعلق بذاكره الجمهور. انا نعم. بالنسبه للحلقه الماضيه قلت رايي يمكن على انفراد مع الشعراء، قلت كلهم جميلين لكن مثل اللي قدموا لنا وجبه مثل ما يقولون 5 نجوم ومزبرقه. نعم. بالنسبه لي انا ابن هضيب الشاعر. نعم. قلت ابن هضيب قدم وجبه شعبيه لذيذه كامله. نعم. وتقبلها النفس، و وعسى الله يوفقهم. عاد نازلين للتصويت وله رده بالباقين ولا. نعم. رده فيه، لكن اتكلم على ذائقه كوني فرد من جمهور. نعم. انا متابعهم كلهم ممتازين، لكن بالنسبه لي ابن هضيب قدم لي وجبه لذيذه شعبيه بسيطه ما فيها زيادات ورتوش. ما بين بطاقات الجمهور وبطاقات اللجنه يبقى التاهل للشعراء للمرحله القادمه قائم في كل حلقه، لكن اكيد هناك بطاقات اخرى اللجنه ما لها علاقه فيها والجمهور نفسه ما له علاقة فيها من خلال التصويت. هذه بطاقات الذوقية اللي تصل ما بين الشاعر وجمهوره، الشاعر وكسبة للجمهور أيضا من خلال أمور يمكن ما حد يقدر يتحكم فيها، ما حد يقدر يفرضها على الآخر، لكن تبقى لشاعر المليون، تبقى لمسرح شاطئ الراحة البصمة الأكيدة في تصدير هؤلاء النجوم للجماهير. فاصل وراجعين لكم. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. منذ أن كانت اللغة العربية الفصحى هي لغة التحدث الأساسية لدى الشعوب العربية، كانت هناك لهجات تميز كل قبيلة أو منطقة عن غيرها. أثمر جاني على خلف والحواجب سمر وعدالي خط دال كتب بسجله والعيان هدابها ظلالي.
وعندما زاد اللحن في اللغة وشاعت العامية، زادت هذه اللهجات وتباينت بشكل أكبر، حتى أصبح لكل إقليم أو قبيلة لهجة خاصة بها تميزها عن غيرها. قل بتبعد بالدلال جاهل يعتبي يبكي من نصيحة عليه قطع النخلة. والشاعر العامي الذي غالبا لم يعرف الانفتاح على ثقافات المجتمعات الأخرى، كان قاموسه الشعري رهين لهجته الخاصة، حتى أننا أصبحنا نستطيع تحديد بيئة القصيدة القديمة لمجرد سماع لهجتها. ودنياك من زلت عنه ما رجع له، تقفته بمذلقات الحرابي. أما بعد الانفتاح الثقافي والتداخل الحضاري، فقد اكتسب الشاعر العامي ثقافات لغوية متعددة وسعت الخيار اللغوي أمامه، واتضح ذلك جليا في الآونة الأخيرة، وخصوصا خلال المسابقات الشعرية التي لم نرى فيها من يكتب بلهجتها الخاصة إلا ما ندر، وفي كلمات محدودة جدا، وهي ما تسمى باللهجة البيضاء. جاني ظما صحرة تشيله راحتين، في عشق فاضح بين أرضي والسحاب. شو اللهجة اللي بتستعمليها؟ هاي لهجة بئر السبع، أنا أصلي من بئر السبع. البيت سليم الحمد لله. بالعكس، هذه خصوصية لهجة وحنا نحترمها. والسؤال هنا، هل أثرت اللهجة البيضاء على هوية اللهجة الأصلية؟ حياكم الله من جديد متابعينا، ونرحب فيكم. وموضوع نقاشنا لهذا المساء لغة القصيدة بين شمولية الثقافة وخصوصية اللهجة، وسؤالنا اللي انطرح في نهاية التقرير الجميل اللي شفناه، طبعا هل أثرت اللهجة البيضاء على خصوصية اللهجة؟ يمكن السؤال اللي يتبادر في البداية أبو يوسف، مصادر الثقافة اللغوية للشعر قديما وحديثا، يعني كانت شو الاختلاف بينها؟ سابقا كانت خصوصيته ومحليته وقبيلته، إذا بنتكلم عن القبيلة قبل تكون الدول، هي مصادر ثقافته، أخبارها، مشاكلها، الكلى، الماء، كل شيء، وبيئة مغلقة تقريبا. بيئة مغلقة، فلذلك تتجذر اللهجة، وخصوصية اللهجة تتجذر أكثر، لأنه لا يخرج من هذا السور المغلق عليه من ناحية اللهجة. اللهجة هي أصلا رابط يجمع عدة أفراد في مفردة معينة أو في وصف معين. أو سابقا، أنت تقول لي عن سابقا وحاضرا، سابقا كانت اللهجات مفهومة بشكل كبير، الآن لا. بعد تكون الدول، بداية القرن السابع، لا، أصبحت اللغة أو اللهجات فيها عائق كبير. مثلا كمثال، هناك شاعر مصري من قنا، متوفي سنة 1710، اسمه محمد بن عروس، له بيت شعر يقول: لعاندك سعد الأيام، وجهك على النحس ديمة، اضرب عصاتك القدام، عوجة تجي مستقيمة. نفس مفردات الجزيرة العربية. نعم. هو سنة 1710 وفي قنا في مصر. نعم. فكان أو الإعلام اللي ما كان يتبنى اللهجة الخاصة، مثل الإعلام المصري كان يتبنى لهجة مصر، أهل القاهرة. نعم. فكان يصدرها إلى، لكن متجاهل لهجة قنا، لهجة سينا مثلا، أنا كمثال. نعم. فالآن أصبحنا في حالة تقول اللهجة البيضاء. أحمد الله أنه برنامج شعر المليون سلط الضوء على اللهجات، وأحمد الله أنه وصلنا إلى مرحلة يستطيع كثير من أفراد الجزيرة العربية فهمها. نعم. ومشاري، تعتقد أن خصوصية اللهجة تقدر أنها تطوع أو تساعد الشاعر أنه يطوع المفردات لخدمة النص؟ شوف، أو تحكره في زاوية معينة؟ لا، أنا أقول لك، شوف، من وجهة نظري أنا مع وضد اللهجة، خصوصية اللهجة. يعني إذا أنت تبغى تنتشر انتشار خارج الإقليم وبتتحدث في لهجتك، لا يمكن أنك توصل. مثلا أنت الحين في الشعر الفصيح، يعني لو شاعر من المغرب العربي سواء قدمها لي كتابة أو سماعا راح أفهمها،
بس لو بيقدم قصيدة شعبية بلهجته لا يمكنني أنا أدرك فحو هذا النص. ولكن إذا كان الهدف من إقحام خصوصية اللهجة في النص لإدهاش المتلقي أنا مع هذا الأسلوب، ولكن مو بشكل معمم مثل ما قال حتى في الشعر الفصيح، إذا الشعر لم يهزك عند سماعي فليس حريا أن يقال له شعر. فالنص أو كما قال بعد الشاعر الكبير شاعر إنجليزي يعني يتكلم عن كتاباته عن معنى الشعر، يقول إذا الشعر خلى من الإدهاش فهو يعني ليس بشعر. فإذا كانت اللهجة داخل هذا النص من أجل الإدهاش فأنا أقبلها والجمهور راح يقبلها كثير. عبد الرحمن، القاموس اللغوي يعني كبير جدا واسع، لو تكلمنا عن كلهجات لكن بساطة القاموس أيضا موجودة في القصيدة، هل ساعد يعني هالشيء يعني خلنا نقول المفردات البسيطة ساعدت في انتشار القصيدة؟ يعني أنا أستخدم مفردات من 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 عدة لهجات. شوف، المرجع البلاغي الأول عندنا هو القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، والاختلاف بهذه الآية لا يعني التباين كثر ما هو التداخل. عندنا مدرستين لغويات تفنيد القرآن الكريم، 121 مفردة عندنا داخل القرآن مش عربية. للتنبيه بعضهم يقول لا القرآن لسان عربي، أنا أقول له صحيح هو لسان عربي وليس لغة عربية، لأن اللغة العربية تعتمد على قواعد نحو لا يخرج منها لا تخرج منها المفردة من ناحية الصرف والاشتقاق الجذري. استخدام المفردات أحيانا تأتي مفردات للآلة كمشكاه ومنسى ونحو هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث قال ليس من أمبر أم صيام في أم سفر، وهذه من لهجة جنوب جزيرة العرب بالجزء التهامي. بإمكانه يقول ليس من البر الصيام في السفر، اللهجات موجودة. بالنسبة للشاعر عندما يكتب النص لا أحتاج إلى لغة جديدة، أنا أستخدم لغتي، لكن أحيانا أحتاج إلى مفردة تدخل للموضوع، مثل قصيدة الشريف أعرف ترى مكة ولاها ابن أخيك، لو تطلب 5 ملاليم معطاك. فكلمة ملاليم ما هي من مفردات جزيرة العرب لكن من الآلة المستوردة من العملة. الإمام تركي الأول بقصيدته المعروفة طار الكرام من موقع عيني وفرى إلى أن وصل الشرع فيها قد مضى واستمر، يقرابنا يقضي بها القاضي بلي مصاري. فكلمة مصاري كانوا يقولون قروش لكن مصاري آلة مستخدمة. فأحيانا أنت تحتاج إلى استخدام آلة من برا مش من الضروري من اللهجة. حتى من خارج إقليمك. أيوه. بصر الوضيحي مع أنه يعني شمري صرف مثل ما يقولون لأنه كثير الترحال استخدم كذا مفردة من خارج البيئة، ذكر أماكن، ذكر يعني استغربوا الناس كلمة من منبج له قصيدة ولا يدرون منبج إلى العصر الحديث اكتشفوا أنه بلدة شمال سوريا. فالكسب المعرفي هذا يثري النص ويخدم النص، يعني بدأ له بقصيدة فيها خصوصية لهجة، هاتوا طبيب الهند يتوي جروح يتوي جنوبي لعل يبري علة القلب بدواه، إلى أن وصل قال هلها سبيعات خوالها حروبي. كلمة هلها ما هي من لهجة شمر، هي من لهجة عنزة، لكن استخدمها هنا للحفاظ على القالب الوزني للنص. مع أنه أنا هالشاطر شمر يقولون هلا هلا على طوله، وقال هلها سبيعات سبيعات وخوالها حروبي، يتلون يتلي يضعون الشنتري والقراراه. القراراه من لهجة شمر، ما قال القرارات تحذف الهاء او التاء المؤنث عند شمر. فاحيانا اقول لك الشاعر يستخدم مفردة مو شرط عربية، تؤخذ من برا من اللغات الاخرى. طبعا نحن ايضا نوجه دعوتنا لمشاهدينا عبر قناة بينونة ومتابعي المغاني للمشاركة عبر هاشتاج المغاني على تويتر في موضوعنا اليوم، هل أثرت اللهجة البيضاء على هوية اللهجة الأصلية؟ حياكم الله. طبعا سلطان بن نايف يقول السلام عليكم أنت وضيوفك ونواف، اللهجة البيضاء السائدة وأثرت
أو أثرت لأنها تقرب لغة التفاهم بين الناس من حيث الثقافات المتفاوتة للعقول. أنا قبل ما أطلع الفاصل بيوسف بغيت أسأل يعني في موضوع الخلاف، البعض يعني مع اللهجة الواحدة خصوصا في القصيدة، يعني ما يحب أنه يحكر الشاعر إذا كان الشاعر عنده القدرة على يعني التوظيف. شاعر من منطقة معينة مش توظيف، هو الكتابة بلهجة كاملة لنص معين، لما تسمع هذا النص تقول هذا والله من لهجة شمال الجزيرة مثلا أو من جنوب الجزيرة، لكن أنه شاعر من وسط الجزيرة العربية أو من شرقها أو من غربها يكتب بهذه اللهجة مستغرب. عند البعض ينكر على الشعراء هذا الشيء أنه يخرج أو ينسلخ من ثوبه، شو رأيك أنت؟ الكلام والشعر شعر، في أي لبس كان أو في أي شكل كان شعر شعر، هذا ما يحتاج، لا يستطيع فعل ذلك إلا شاعر متمكن، هذا أمر مفروغ منه. الخروج من لهجة إلى أخرى ما مستحيل يتم إلا عبر ثقافة وعبر تجول وعبر قراءة وعبر ثقافة، مستحيل. نعم. فلذلك الشاعر المبدع هو المسموح له، أما أي شاعر عادي لا ينتقل إلى مستويات أخرى ربما تضر في القصيدة وتضر في مستوى شعريته. نعم. قبل تقريبا في منتصف السبعينات لو قرأنا نصوصهم راح نقدر نفرز هذا شاعر، يعني بدون أسماء أقول لك هذا شاعر حجازي، هذا شاعر نجدي، هذا شاعر شمالي، من خلال المفردات المستخدمة في النص. أما الآن لا، تجد أنه في تداخل كبير، والتداخل هذا على فكرة شيء جميل، يصب في وحدة الأوطان وحدة الانتماء، ترى على فكرة يعني مش أمر سلبي، بالعكس أمر جميل. نعم. هذا رؤيتي للموضوع. نحن متابعين في الموضوع إن شاء الله في الجزء القادم من حلقتنا اليوم، لكن أيضا في الجزء القادم معنا أحد الأصوات الجميلة، التقديم له صعب كصوت وكشاعر، فهد مطر راح يكون معنا في الجزء الأخير من المغاني. فاصل وراجعين. يا المور خذ خانة الخامس من اليمنى تحت الرتب ترى الأخلاق خربانة، والله التبطي وحنا ما تفهمنا، ما دام ما يقوع ما عقبت قلبانا، البارحة مع ثلاث أيام ما نمنا، مكينتك تشتغل والعين سهرانا. الله الله سلامتكم. صح لسانك، صح لسانك. طبعا هذه بطاقة الدخول اللي تغني عن كل تعريف، فهد مطر من الشعراء اللي أبدعوا في الكتابة ومن المنشدين اللي تألقوا وتسيدوا ساحة الإنشاد في الفترة الماضية وما زال. حياك الله معنا اليوم ضيف عزيز في شاعر المليون، وبداية في استديو المغاني قبل ما نشوف التألق على مسرح شاطئ. الله يعافيك ويسعدكم، وأحب أمسي عليكم جميع وعلى الأخوة أمام الشاشات، وأنا اليوم سعيد جدا بالجلوس مع الفطاحلة. الله يسعدكم. الله يسعدكم. وإن شاء الله نتمنى أنه يكون يعني الليلة اللقاء مختلف وجميل كجماله يعني سابقا. الله يحفظك. فهد قصيدة لمن اللي شلت؟ هذه العيد بمربح الرشيدي. نعم. من أجمل يمكن الشعراء. أنا لفت انتباهي أول مفردة فيها يا المور. المور طبعا التوضيح للمشاهدين اللي ما يعرفون المفردة هذه اللي هي كناية عن سيارة المرسيدس الكبيرة. نعم. شاحنة. نعم. نعم. وهذا يمكن من جزئية من كلامنا اللي كنا نتكلمه في مسألة المفردات اللي دخلت على القصيدة. تسمى المفردات المعربة، درجت مع العرب وصارت عربية. نعم. لكنها لا تخضع لقواعد النحو، هنا التمييز يعني. نعم. نرجع وندخل في موضوعنا، لكن قبل ما نكمل في الموضوع أنا بغيت أخذ رأيك أبو مطر في موضوع خصوصية اللهجة لك كمنشد، يعني
شفنا كثير من المنشدين شالوا قصايد من مختلف اللهجات اللي بعيدة عنهم يمكن وأبدعوا فيها، خصوصا إذا كانت لها خصوصية في مسألة النطق أو الحالة الصوتية للمفردة أثناء الإنشاد. أنا أعتقد أن التجارب المنشد الجيد هو اللي يؤدي أكثر من لهجة، لكن مشكلتها اللهجة أحيانا لما تكون محلية قد ما تصل، يعني قد ما تخدم المنشد خاصة إذا كان مو معروف، لكن لو كان معروف ممكن يخدمها يعني كخدمة أنه ينشرها أكثر. لذلك في أصوات جميلة حتى على سبيل الفن، يعني مثلا ممكن في أصوات بارزة وأجمل من أصوات أدت لهجات وأدت بالفصحى باللغة العربية الفصحى لكنها وصلت للناس، لكن هناك أصوات جميلة لكن لم تخدمها اللهجة، أصبحت لهجتها محلية فأصبحت أصواتهم محلية. أنا مثلا في الجامعة لما أنا ما يعني تقريبا جلست في الجامعة مرحلة الماجستير والدكتوراه جلست حوالي 8 سنوات أو تزيد يعني، فكانوا ما عرفوا أصلا أني أنشد أو أدي، حتى يعني طلع لي أنشودة باسم هل صليت اليوم عليه باللغة الفصحى، فلما خرجت عرفوا أني منشد. فدائما اللهجة المحلية ما تخدمك يعني تصير محيطها صغير يعني مهما كان، لكن هناك يعني قد تخرج اللهجة أحيانا بعوامل معينة، مثلا الإعلام أن يخرجها ويكون قوي يكون جيد، يعني مثلا إحنا مثلا اللهجة الإماراتية العمانية الكويتية ربما في السابق مثلا اللهجة مثلا الكويتية مثلا على سبيل المثال كانت توصلها لنا الإعلام الكويتي عن طريق مثلا المسلسلات وكذا، لكن في كثير من اللهجات ما كنا نعرفها، لكن الإعلام يخدمها أحيانا يخدم اللهجة. صحيح. أبو يوسف، الأصل في القصيدة هل هي صوتية أو كتابية؟ يعني خصوصا إذا أنا أعطيك مثال، مثلا في قافية الضاء ما بين نطق الحرفين في الشعبي واحد لكن في الفصيح 2. الشعر الشعبي كسر تابلوه اللي كانت فيه القصيدة الفصحى، فلذلك انتقل من حالة كتابية إلى حالة صوتية. الأمر هذا أدخل تداخل كبير بين حرف الضاء والضاء وكاء وشاء كما تنطقها في الكويت، ولكن المعالم واضحة، لم تتبدل كثيرا بسبب أنه معرفة المجتمع المحيط أو أصحاب اللهجات الأخرى في المقصود من هذا الحرف. الشعر الشعبي انفصل عن الفصيح في مواصفات معينة، فأصبح له لزمات ثابتة مثل الضاء والضاء ويسمع في الفترة السابقة، حتى في التذكير والتأنيث يعني. نعم، حتى يعني في التذكير والتأنيث أعتقد عبد الرحمن أفضل من ممكن يشرح الموضوع هذا. نعم، بحكم الخصوصية. يمكن في السعودية في عند شمر أو في الشمال وفي القصيم أيضا أعتقد نفس الحالة موجودة. بالنسبة للتذكير والتأنيث من القصيم إلى أقصى الجزيرة الفراتية بشكل عام يعني متقاربة يعني الحالة هذه. بالنسبة للقصيدة أنا بأخذ عاد السؤال اللي سألته لأستاذي أبو يوسف، القصيدة سماعية، قواعدها سماعية ومخارج الحروف هذه لها إجازة شرعية من قراءة القرآن وخلصين منه. يعني يجيني مثلا ناقد سطحي يقول لي لا ما يجوز، أقول له من لا يملك الدليل يستمع. قصيدة بانت سعاد الكعب بن زهير أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أخذناها مثل سماعية مش كتابية، بانت سعاد فقلب اليوم متبول لامية متيم إثرها لم يفد مكبولة، إلى أن وصل في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، فهنا انتهت بواو الجماعة وهو فعل أمر مبني على واو الجماعة. لو أخذتها كتابية يطالع بالواحد يقول هنا اختل القافية اختلت معك المفروض باللام وهنا فتقول له هي سماعية القصيدة. من ناحية حرف الضاد يعني شوف حتى عندي صعوبة بنطقه لأن احنا تعودنا على الضاء. لو برجع عدل الأصل اللغوي مش هذه أمة الضاد اللي هي المعنية بهذا، يمكن سبق أن تكلمنا بالموضوع. صحيح. هذا هي الضاد اللي تخرج من بين الشدقين اللي يقولون أهل الربع الخالي، أنا قلت المناهيل طلعت كل همدان هي اللي تقولها يعني. المناهيل والعوامر والقبائل الموجودة بالربع الخالي.
نمر بن عدوان له قصيدة أتحدى واحد يميز بين الضاد والضاء بالقصيدة، ويراتب من عندنا فوق نضي كالصام ماصور العصا يوم ناضي، حر كتوم ولا بحسه يجضي، اللي يمشى يشدى هريف العياضي، فوقه غلام يا رجلك يفضي، بهلول ما هو من خطاط العكاضي، يدي جواب من ضميري ينضي، من نمر بن عدوان لجديع فاضي، إلى آخر القصيدة. فالضاد لن تستطيع وضع صوتية هنا، يعني ما له علاقة بالأصل كيف تكتب. صحيح صحيح أبو مشاري، الضرورة الشعرية يعني أحيانا في استخدام مفردة معينة هل تسري على الشعر النبطي مثل ما هي موجودة في الفصيح؟ لا، شوف، أعتقد أن يعني الشاعر الذكي يعني يوم يستخدم بعض المفردات لخدمة نصه يكون مبدع. يعني لو نأخذ كمثال يعني حامل بيرق النسخة الأولى، نعم، من فطيس، يعني تميز في تمرير اللهجة اللي خاصة في قبيلة يام بشكل عام، نعم، في استبدال الكاف بالشين، نعم، يا بنت يلي تفرقين بعودش، نعم، زين، فهذا أعطت حتى جرس موسيقي جميل للنص. صحيح، عشان كذا تلفت أنت بالضبط. فأنا أقول لك يعني توظيف خصوصية اللهجة في النص بذكاء، بذكاء، زين، هذا يعني، نعم، يوصل النص الشعري ويساعد على انتشاره بشكل أكبر، يساعد في الانتشار. بمطر، أنا برجع في الموضوع هذا، يعني بالنسبة لك كمنشد خلني أقول وشاعر أيضا، ما نبغى نقارن، لكن أيضا بالنسبة في الفن يعتمد كثير من الفنانين كمطربين على الفلاش في الأغنية، هل المنشد أيضا يعتمد على الفلاش اللفظي في بعض القصائد أو يختار قصيدة مثلا معينة فيها مثل ما قال بومشاري فيها خصوصية لهجة ممكن تضرب مثل الشين في القافية؟ أنا أعتقد لو كان غير ابن فطيس يعني ومعرفته ابن فطيس ممكن ما تصل مثل. إذا نرجع إلى الشعر الذكي. الشعر الذكي، نعم، وإنه يكون هو يعني إعلاميته تكون قوية أيضا. لكن إذا كان شاعر ممكن يكون شاعر جزل لكن ما تعدى، إذا كانت لهجته يعني في قصائده تكون اللهجة المحلية اللي أو محيطها أو إقليمه البسيط، ما أتوقع أنه ممكن المنشد ينتشلها. لكن أنا مثلا أنا دائما أعتمد أني أخذ قصائد قديمة فيها مثلا أبيات مشهورة، بيت مشهور، مثل أخذت مثلا قصيدة لابن رشيد اللي يقول عيب على اللي يتقي عقب ما بان ويرضى طمان الراس عقب ارتفاعه، في كلمات أو أبيات تكون معروفة للناس دارجة ومشهورة، فأخذها يعني هذه تكون لي أنا تخدمني. نسمع بعطيكم. لا هي هذه اللي توه هذه بس مو يرضى. ها؟ مو يرضى، عيب طمان النفس عقب ارتفاع. هي النفس والراس يعني قال. لا، هي أنت قلت يرضى مثلا. يرضى عيب طمان النفس أي عقب ارتفاع، يرضى طمان الراس عقب ارتفاع. لا، خلك على سقفه بالله. لا يرضى. لا يرضى. لا آفة الشعر رواته يعني ما عدة روايات يعني. تفضل. المشكلة ما لي بحافظ منها لكن بعطيكم. اختار. يقول يا طويل العمر، يا طول صبري على صبري وطول الطريق، مسافة بطي الطالات والسهر والأراق، ضايق ولو بشتكي للناس يمكن تضيق. الله يعينك تحملني يا صدر الوراق، صديقي الحزن ولا الحزن ما صديق، جمره ومن شاف والسوات بريقه شراق، ثواني الوقت تنفخا وشبت حريق، إلين كل أخضر بصدري بس واحتراق، باب الفرح منطرق وانا اتحرى وويق، واليوم كمل سنه مع سنه منطرق.
طاقه اوي اشيل واحط في نفسي سوات العويق اللي يجمع مال في الغربه وجا وانسرق. سلام سلام. صح لسانك صح لسانك. طبعا متابعينا اكيد مستمتعين بوجود هذا الجميل معانا، وايضا راح نستمتع كلنا بوجوده على مسرح شاطئ الراحه الليله في امسيه ايضا راح تكون مميزه بشعرها. انا اشكر متابعينا على تواصلهم معنا في الموضوع. علي بن جابر العبيدي نعم اثرت ولكن بشكل طفيف لدى بعض الشعراء العاديين، اما الشعراء المثقفين فلديهم المقدره على تجاوز لهجه البيئه، يلاحظ ذلك عند الالقاء. نارسيس بنت عبد العزيز تقول اسعد الله مساكم، ممكن تسال الشاعر عبد الرحمن عن فيديوهاته وصوره باسم محمد؟ موضوع خاص في عبد الرحمن هذا ان شاء الله بنساله بعد الحلقه. خصوصيه اللهجه هويه القصيده وشعرها باختصار المغاني. طبعا دكتور محمد قدر السرحان نمسي عليك بالخير يقول الضروره الشعريه في الشعر البدوي غير موجوده ولا تبرر، خصوصا بعد ظهور النقد لهذا النوع من الشعر، ويمكن شاعر مليون كان المؤثر الكبير في هذا الجانب. يعني لو تكلمنا عن موضوع اللهجة ما راح نخلص لأن فيه تفرعات كثيرة، ويمكن تطرقنا لهذه المواضيع الخطوط الرئيسية وصلنا فيها نعم، لكن باختصار يعني أبغي رأيكم على السريع، أثرت اللهجة البيضاء على القصيدة النبطية وخصوصية اللهجة عموما؟ شعراء اللهجة البيضاء اللي يبون الوصول إلى أكبر مدى أو أكبر نسبة من المتابعين هم اللي أثروا على الشعر الشعبي. أبو مشاري. لا أنا أقول اللهجة البيضاء خدمت الشعر بشكل يعني كبير، ولكن هذا يعني حتى إحنا كلامنا عن خصوصية اللهجة ومشاكلها وكذا هذه لا تلغي تميزها، ويعني حلو حتى سماعك لها يعني. يعني أنت الحين لما تجي كمثال يعني نقوله مع تقديرنا الكبير شعراء البحرين يعني علي الشرقاوي أحمد رفيع الله يرحمه عبد الرحمن رفيع وهذا يتكلمون بلهجة البحر، بس إنش وصلت لنا واستمتعنا فيها يعني أحيوا أمسيات تبعهم الكثير، ولكن يعني باحتفاظهم بخصوصيتهم ولكن اللهجة البيضاء ما في شك أنها خدمت الشاعر للخروج خارج الإقليم. نعم عبد الرحمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرة. أنا أعتقد أن الحفاظ على اللهجة وإدخالها بالنص يعتبر شذرات، وهذا من الفصاحة. نعم. ومطر رأيك؟ أنا أعتقد أن أصلا لو رجعت الكلمات كلها اللي هي اللهجة بشكل عام تجدها أصلا عربية واحد، فاختلفت بس بالكسر والضم والفتح يعني هي اللي اختلفت، لكن كأصل الكلمة عربية. لكن كمنشد اكيد تفيدك في لا شك في الانتشار بشكل اكبر، لكنها تفيد. انا قلت لك تفيد عند اهل اللهجه غالبا، وقد تستحسن هاللهجه هذه وتنتشر تكون يعني الان انتشرت كلمات يعني صرنا مثل ما تقول صار مثل ما صار العالم قريه واحده. نعم. صارت اللهجات الان قريبة تجد الان ومفهومة لدى الجميع. نعم نعم حقيقه سعدنا بتواجد الأساتذة معانا وأيضا ضيفنا الجميل الشاعر والمنشد فهد مطر، وأكيد بنسعد أيضا بتواجده بعد قليل في حلقة مميزة من حلقات شعر مليون في الموسم السابع. كل الشكر لأساتذتنا بدر صفوق تسلم أبو يوسف والأستاذ تركي المريخي أعضاء اللجنة الاستشارية، كل الشكر لشاعرنا الجميل والمتميز بآرائه وبشعره عبد الرحمن الشمري. طول لي عمرك. كل الشكر لضيفنا، واقول ما هو ضيف صاحب مكان المنشد والشاعر. شكرا لك انت ايضا. الله يسلمك ابو مطر. فهد مطر سعيدين بتواجدك، وايضا سعدنا بتواصلكم معنا سواء من خلال المشاهده او من خلال التواصل معنا في موضوعنا اليوم. نلقاكم ان شاء الله في موضوع اخر الاسبوع القادم. ننتقل بعد قليل إن شاء الله إلى مسرح شاطئ الراحة وانطلاق الأمسية الخامسة من أمسيات شعر مليون في الموسم السابع. إلى اللقاء.